رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. ما أنت إن شاء الله تعالى أيتهاي مالين سبتيا بشونا أيتهاي سديدي اللواتن وحان إن شاء الله تعالى فرنا مساجد كارمل النقو إن شاء الله تعالى دمع صنعنا بلن قادن هرؤ السميه وآها ملاحظات كي مسابقة دي الإمام الشاطبي وكاد عدي سلم مساجد كارمل إنا ولا له سوق البيه وحاب بضتي إن سيقار قارا ليلة كلمه وقف البويره دو ملاحظات كي نوشيك ومركان أشيكو هدانا ملكة لأرضي دي أما معلمين تقار كليره دان ملاحظات كي نوشيك مركو حانج علي سنة إن شاء الله تعالى إن هالمرأة ملاحظات كي شاكنو كدبنا قفلوا بأماشا كداوروا وحي ملاحظات معلمين تأييو مراكز تأييو أرضي الانتبه إن شاء الله تعالى ملاحظات كا انتي ان كميت كاها قدقي كالصورك مسابقة حكومي الملاحظات كان عرقني حسوق جيران دور قيبوت دور كاس قيبوت وحيو كالبضناين اما قيبوه اقوب بضن وحا مركا قلعي ارضي لشان تجوز ايو هالك جوز ملاحظات كان نوع عاسة وحا كميت اهاكو ارضي قرآن كاقرين ايو إن أحكامتي تجويد كهيد وكسامينا يوحلي رأى الحد قدب وحلي رأى الزيادات سيانوغنا هنا تجويد كاللوما باهنا الزيادة ونقصان اللوما باهنا تجويد كحاويان زيادة الآن إن نقصان الآن سيدا الإمام السخاوي رحمه الله تعالى وكير للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان حرف كستحول له ميزان ميزان كيس أنا كوحة قدبين هانا كنقصامين الميزان كيس مارك حرف كميزان كيس مارك لغا نقصامين وخلط مارك زيادة للي مادنا خلط أي نقونيسا الإمام الخاقاني نوحويري منظومة ديسا زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف ذكر من أفضل البر حرف كميزان صار ميزانك حرف كلا صاره وحكم إلى عباداتك كو أقوى نايسا مارك خطأ عن شيء دونه وحكم إمانا يحق الزيادة محاكم إذا وحاكم إذا حكم كلا يرهدو قلقل هذا أرضي إذا قاروا حدوين أيان أما إيبا كدقين فتحوا أي كدقين مثلا قل أعوذ برب الفلق سيدا صحدا وسيدا أرضي قدوا أغري قل أعوذ برب الفلق قاف قريان قا دوير هذا قاف كيو فتحي فتحين تصحيح كتمت زيادة وكسمي قلقل دي مارك أرنك أساق آد أيو صنع نقضي أما آيدها رمادك وضحا هذا أما وسط الكلمة هاهاتو حروف تقلقل دي إني فتحك الدقائين أرضي آدو فربضا ملاحظة سوان دارين وحال دون يا مارك معلمين تا إني أرنتا أرضي آدو قلد دالا أرضي الله تركوا أن يكون برار السنة هذا القلقلة وفتح معها وحاويا الضراب الضراب ويا وحين أوبها أنت تلقي مشافه معانك أرضي برا يوم باكسح كرايا رنت أيضا وخلت كوباد أما ملاحظة كوباد ملاحظة الله بعد وحاكم إذا أيضا هو من باب الزيادات أو حي سمينا يعني أرضي ذا متك مثلا أيضا متك كل ماضه مثلا والشمس وضحاها متك السقعة بقدر حركتين والشمس وضحاها أرضي ذا قارو حيلين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلا حد أربع حركات كل جيدين أرنت أيضا هو والزيادة ويان زيادة أيضا خطأ ويان فإن لي رهدا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها قدر حركتين لك هدو أرضي قصير دارايو متك أساقعه
وحن قرايا لحني أما خلط تجويدي هاي نقرايا وملاحظة لبعض ملاحظة صدحات رنتي أرضي الجزء عم جلي أما شنت الجزء أرضي كتر تميس وبناين وحاكم له مركي كويس تاجين حرف كتاعض أو كله إن نفس زيادة أما هو زيادة أي كدرايين مثلا ولي بالله بيقول قيب صميان قيب حي صميان يعني مثلا إذا السماء فطرت قابل عصرت حرف كتاب نف زيادة ومفرطة أي كو صميان أي قيب كلام حي صميان تأضى مركورة ويقبان أيان كدب أي أي حي كو صميان أيان إني تأضي نفت إذا قدالك كينا على سبيل المثال حي ليهين إذا السماء فطرت مركضة من تفتاعدة مركضة رقبتها فطرت كدي وتاعدة قالك كينية لبدا نعب وخلد ويان تاعدة نفس والله سعلا وحي كميتا من حروف الهمس لكن وحاويان على قدر سي قياسا أي همس كالوصمين أيه إذا السماء فطرت مات مع النفس بدل مرة عيني هذا نفس يرى يا الله صميانا يا أو همسكيا مرك حاجة سنو من باب الزيادات كي ويا مولي وحمضنه أرن كاس محاس لنا معلمين تدردارا أضج أرضي أم دام مسابقي جلاني كل دردار من أحكام تتجويد كإن الله صاره أياد مدى زيادات كحاجة سنو كي معنا للي أدو موج بدتك وكلها جابين دارا هذا نفس كذا موجي قلقل صفة عم صار لنا عاس أيه وحي كين تيمك إن زيادات أيضا نفحش نقول نيسو الحاجة كتير ما ده صدق حاس أرين أقل قلادة يمدتك النفس كتعب وحقبنا أرض الجزء عمها يا أرض الشنت الجزء وحاجة ملاحظات أي مركا كلاسنا إن أرض القرآن كوردن جلاي أما شن تومك الجزء جلاي ملاحظات كاس وحاكم ده على سبيل المثال الوقف والابتداء ما له لغو استاغايه اي ما له لغا بلاوايه ورنتي اوباهان قفك ان لغو سو ترينين غرايه لغو سو تدريبيه اي اوباهانت او مثلا ما له قاركود ابتداء وحكا بلاوايان لغا وناكسنيه على سبيل المثال عددا نرانو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا قف قد كب الله ماذا أراد الله بهذا مثلا وخلدوا فيقولون وقلدوا كصب الله فيقولون أحي ليه ماذا أراد الله بهذا مرك ماذا أراد الله بهذا مثلا وكما خاصك الله ونصقب أنا وإن فيقولون وكالقفك وكسقطان بمعنى ميل بالله وقيد أوناك سينيه هي قفك معنى أهان وإن وقصوا بالله وحلقي يا بأرضي مرك أنا تفسير كي قرنين إن أنا قرنين قواعد اللغة العربية لكن هدي معلمين تأكو تدريبيان وإن هذا ماشي أسبقاتك بالله وخلط ماشي أصلك في عن إلا قبل الله قفك سوساء وصمينا مرك دم أسوى تفسير كينا قرنين قواعد اللغة العربية أن قرنين ayaa wuxuu sameeyna meel fiican uu ku istaagaya meel fiican uu ka bilaabay marka ayada dadka lajna tahkiimka aan waxii ma sha Allah qofkas istaagiisa iyo meesha ka bilaabay kulli waa wanaagsan yihiin marka mulaahadadkaas dadka quraanka dhan ku tartamayay iyo kuwa shanta juz iyo tobanka juz ay ka wada siinayeen ibtidaaha iyo waqfiga meel wanaagsan in lagu istaago meel wanaagsan laga soo bilaabo mulaahadadu ugu dambeysan ku soo gabagabeynayo waxay tahay xuruufta marka مفخم كه وين مثلا ألف كأو كضم بيه كيف يدر لا تفخيم نايه أخطاء يعني كأرمي وحاكم إذا مثلا قف كينو اللي هي ولا الضالين أوكي سيدي واو أوكي ألف كنتو سلي هي ضاد كوال وين يمكن ألف كضم بيه هي أخو أقرن أيه ولا الضو وأنا خلط مثلا ألح على سبيل المثال الخاطئون واو كل كديه مركو حويان ان لا يرهدو ولا الضالين الضاء ضاد سكوني وينك الضاد كما هنا ترى الضو ترى
أرنت أيضا الإمام إبراهيم الجعبري حكوت المامية تفخيم الأعاجم تفخيم الأعاجم تك عاجم تسيح ويني يوم إسلا إن مولو دوي ألف تين مولو دوي وأرن مركا خطأ لحنيا وإن ليرها ولا الضالين الظالمين مثلا الظا ما الظو ما الظو خطأ الظا الطاء الطامة الكبرى مرك ملاحظة ويكب وحدي طاء ضئي الظاء ضئي الضاد كي الصاد كحروف تلويني ألف ككدم بيه كيف يد لويني ناينا ملاحظات صون ونغضي أي أحايا إن شاء الله تعالى ملاحظات كالوسك تجويد أو سكير يروي تيران وحاكم إذا ضدك أركض حرف كالطاء ضئيني نيف كدرايا أوت أو كالكريات عرف قطاع ضمن السيدة بس نافع لهم صعته بحو كم يدي حروف الجهر بحو كله كم يدي هاي حروف الشدة نو كم يدي مرك النفس إيه الصوت إنت والله لهم صعده ضدك قارو حد مدى الطاع ضد إني هاي الطاع أي نافع أما الصوت إيه الله صعته أرقن كاسي أنا واللحني وحروف تهدي حروف كل اللي قوب بدله تجويد هان خلط ويان إبداله حرف بحرف وصوكو إمانا يا صفات كحرف كان أولها مانا يتسفوين كله وكد وانا داد سيسي حرف كالو اكانا يا ولذلك الطاعة هدي نفس الله يرتأد ودوانا يا ملاحظات سنوية جفتي مالك بارك الله فيكم رمتي وحان اد اي اد ومه العلنين ارضي لي مسابقة قري ورمتي اها مسابقة تنافس كيدو اد وانا اكسن يهي تجويد كيدي اديه دانا او اد اي اد قروح بنا يحفظ القرآن كانتبه معلمين تيو كسو داش بارك الله فيهم جهودا سلكا سلقا سيوضو ملاحظات كان يريضة بسيطة كأحنا وحاوليان للفائدة أمبانو شيئينا ولكن مركان أرضي قيميني مستوى عالي وآدي يادوها يرسريه وآي لسين حفظا وتجويدا أي أهايا لابد بقولي زيادة أرضي ومسابقة لقى قاضي حاولي على أفر قف شان قف طبان قف إن ملاحظات كسان شيئينا إلى هايا لكن معظم كأمل وضب بقول أرضي وإي في عنايا مركا إن شاء الله تعالى في مستقبل كل وقفة إليستو أيام أصوبان بقني وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.